ستة دقائق بعد نص نهار. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كان يوصلكم صوتنا على موجة إذاعة تدريب فايم، ولا إذا كنت تابعوا فينا على الباج أوفيسيال فيسبوك، ولا على صفحة مبادرة مناظرة، ولا زيد على 95.5. احنا سلام عليكم وين ما كنتم، ونقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد ليل. اليوم 20 فبراير 2022 موعدنا معكم يتجدد للمرة الثامنة في برنامج أمور تهمنا التابعة لمبادرة مناظرة، وكيما استنستوا برنامجنا اللي نتناولوا من خلاله مواضيع تهم الشأن العام، وجسمه نحكيو في الأمور اللي تهمني تهمكم وتهمنا. كالعادة منيش وحدي في تقديم البرنامج، معايا زملائي حسام الرابحي وفري المبروكي. عسلامة شباب. مرحبا يا تسنيم، مرحبا بالعباد اللي اختاروا يتابعونا كما قلت انت على 95.5 وبيان على الصفحة الرسمية لمبادرة مناظرة، وعلى صفحتنا احنا فيسبوك دريما فهم. عسلامة تسنيم، عسلامة حسام، ومرحبا بكل مستمعينا الكل. بطبيعة ما نسيوش حني العويني في الإخراج التقني للحصة. وقبل ما نتعدين نحكيو على مواضيعنا، خليني فكر الساعة اللي أمور تهمنا هو برنامج الشأن العام اللي مبادرة صحافة الشأن العام اللي مبادرة مناظرة، وبشراكة مع 5 إذاعة جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للأعلام الجمعيتي. إذاعة دريم فهم هي واحدة من الإذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا كل ثالث أحد في الشهر من نص نهار حتى الماضي ساعة في بث متزامن مع كل من علي سفام، مندرة فهم، نفزة وفهم، موسل يوم فهمنا. على جميع الإذاعات البث متزامن، لكن في كل إذاعة نطرح المواضيع اللي تمس وتخص الجهة والمنطقة هذيك. دوك هذا هو برنامج أمور تهمنا، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم في برنامجكم أمور تهمنا عنا زوز مواضيع، موضوع يهم ولاية القيروان وموضوع يهم معتمدي تنفيذة من ولاية سوسة. موضوعنا الأول في الجزء الأول من حصتنا مش نحكيه على تعطل أشغال سور المدينة العتيقة بالقيروان وصومعة عقبة ابن نافع، ذلك علاش باش تكون ضيفتنا مدام سهير بن قروية، هي مهندسة معمارية بالمعهد العالي الوطني للتراث وباحثة بالتراث المعماري وعضوة في جمعية سفراء الثقافة والسياحة. أما بالنسبة للجزء الثاني من حصتنا بالنسبة لليوم مش نحكيه على إشكال المساكن الاجتماعية، ولو أنه هو إشكال وطني تقريبا نروه هذا الإشكال موجود في مختلف مناطق الجمهورية بما فيها ولاية القيروان، وهو مشكل المساكن الاجتماعية. لكن اليوم مش نحكيه بصفة خاصة على معتمدية تنفيذة من ولاية سوسة، وش يكون ضيفنا سي عبد اللطيف حمودي هو رئيس بلدية تنفيذة. عايشك حسام على تقديم المواضيع. اولا المساكن الاجتماعيه في مفيضه تختلف فقط لانه صار فيها اشكال كبير هيك الواه تختلف على بقيه المناطق. وافكتيف مول اليوم باش نحكيوا على صيانه المدينه العتيقه وعلى التحفه المعماريه والمعلم التاريخي جامع عقبه بن نافع اللي صوم عم تاعو تظهر للعيان اني في اطار ترميم والكل، لكن هذا غير صحيح. معلم يستوجب الترميم العاجل كعديد المعالم الاخرى، وهذا باش نعرفوه اكثر مع السيده سهير بن قرويه الاركيتكت بالمعهد الوطني للتراث وباحثة في التراث المعماري وعضوة كما قلت في جمعية سفراء الثقافة والسياحة. مرحبا بك مدام سهير. عسلامة. مرحبا بكم. عسلامة، شكرا أولا على قبول الدعوة. يعيشك. باهي، خليك معنا باش نسمع كروتروتوار مع بعضنا. أوكي. اللي يقول قروان يقول آثار، يقول حضارة عظيمة، حضارة أغلبية، الشاهد متاعها صورها العظيم تقريبا هو الأطول في شمال أفريقيا، سمعة الجامعة الكبيرة أكيد جدا التي تقف شامخة، إلا أنه ظهري ما عادتش مش تقف شامخة للأمانة. يعني هذوكم هما الحديدتين تور راو فيهم معنا برشا، كيف نفس الحديدات ظهري يدوروا بهم من الصور للسمعة. وقتاش الوضعية الصور ووضعية السمعة وقتاش مش يتحسنوا؟ سؤال مطروح. اللي لاهين بالسمعة ولاهين بالصور خي عارفين شنو الحجم اللي لاهين به، يعني المعنى متاعو الكينونة متاعو، وإلا نشوفوا فيه طرف يا جوار عربي مقادين بالجير والسلب. كي نحكيو على القيروان نحكو على المعالم الأثرية متاعها، ومن أهمهم معناتها سمعة الجامع الكبير وأسوار مدينة القيروان. لكن معناتها اللي لاحظوه أنه معناتها المعالم هذه معناتها وقع تهميشها برشا، ما فماش اهتمام بها أي للسقوط كيما السور هذا، معناتها الأشغال متاعو معناتها فهمتني تبدأ وتقص. معناتها نحب نتساءل أنا هنا معناتها ونسأل السلطة علاش توقف الأشغال هذه، معناتها أشغال متاع شهر تضرب عام وما تكملش، وفي النهاية معناتها مروش حتى تحسن في المعالم.
بالنسبة للموضوع متاع السور متاع الجامع واللي في وسطه يعني جامع الكبير وكل موضوع طويل على الاخر. الحقيقة معناها فيه برشا مشاكل اللي هو العملية متاع الترميم وإلا العمليات متاع الملامسة متاع كسوس وصور وإلا جامع يلزمهم ترخيص مسبق ويلزمهم عن بروسيدور معناها إداري طويل على الاخر باش ينجموا هما يمسوا الصورة ذي ويعملوا فيه دي موديفيكاسيون. به المشكلة الثانية أنه صور اليوم معناها تقريبا سيء معناها أي للسقوط في أي وقت. كي تجي تحكي مع المسؤولين يقولوا لك ليه ما عنيش الحق باش نطيحوه إلا ما هو يطيح. كيف هو يطيح؟ احنا وقت نجمه معناها نقوم بعملية الإزالة الكلية. علاش؟ على خاطر لازمها ترخيص مسبق. وكما حكيت معناها شنو الأوراق اللازمة باش يمسوا هما الصورة ذيك. بالنسبة للجامعة الكبير تقريبا السمعة مايلة واضحة معناها للعموم وفضيحة في كسوس وفي المولد ولا في أي مناسبة يجيب حذانا زير يشوف سمعة بالتاريخ هذيك كيفاش مايلة ومعمولة بالحديد. دونك بالحق فضيحة لولاية القيروان وفضيحة كيفة مكونات المجتمع المدني اللي ما فما حتى واحد ولا حتى جمعية تحركت وقامت هكا بضغط حتى صغير على السلطة باش يقوم معناها بالترميم الكافي واللازم. ولا موضوع معناها للطرح بالحق معناها موضوع مهم على الاخر انكم تتناولوه. نحب ننبه حاجه، السمعه نتاع الجامع الكبير والسور المقابل البيسين راهم في حاله كارثيه معناها قايلين للسقوط. وانا نسال وين صوره الاشراف لهنا؟ بالله تدخلوا، بالله راهو معلم اثري كبير، راهو تاريخ القيروان هذاك، راهو منعونا وانقذونا وانقذوا تاريخ وحضاره القيروان. مرحبا بك مره اخرى مدام سهير. اولا نحب نعرف تعليقاتك على اللي كنت تسمع فيه معنا. عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى، شكرا على الاستضافة. مرحبا. الفاميو أن منقعدش منعلقش على الكومنتار اللي صارت عندهم ألف حق، وأي حد معناها أي يحس على القروان ويحس على أنه سيختو قروان مدينة تاريخية ومعروفة كيقولوا قروان ونيفو انترناسيونال نقولوا لمدينة سور المعالم متاحة اللي بارمي المعالم والأكثر شهرة هو جامع الأعظم. أنا مش نحكي معناها من بلاستي أنطونك أرشيتكت مختصة في التراث ولا مع منتدبة من معهد وطن للتراث. مش نبدأ بالسور. الأسوار راه في بروجي معناها ممول من الهبة العمانية، مانيش نحكي فيه بروجي هذي على خاطر مانيش أنا كونسيرني، خاطر مانيش فيه بروجي هذا. دونك نجمو المباشر بالمشروع هذي في الباحث سي فتحي البحري نجم هو يفيدكم ومين نوصل وصلت الأشغال شنو عمل شنو ما عملش. دونك انا كما قلت قبل وصرحت قبل انا كانت الفاز نتاعي ايتود راهو ليكزيكسيون دي ترافو ما عندي فيها حتى دخل. نجم هما باش انا ما نعطيش معلومه غلطه نجموا هما يفيدوكم المشرفين على الاشغال الصور حاليا. باش نحكي على الجامع الكبير. دونك الجامع الكبير كما سمعت الناس الكل بالهبه السعوديه راهو الجامع الكبير سي مونيمون باتريمون مونديال في حجمه هو في قيمته التاريخيه الاثريه او المعماريه. دونك يستحق توصفي ديزون تالي او حتى اكثر. ما فماش ترميم بمعنى كلمه ترميم يعني خاطر الوقت اللي نقولوا ترميم راه مش معناها باش نتدخل بور دي انترفونسيون دورجونس ولا باش نسد شقوق ولا نو سي با سا. دونك هذا المختصين يعرفوا اش معناها كي ندي ان بروجي دو ريستوراسيون. دونك احنا صافي ديزون من بعد الثوره تبدلت 20,000 مسؤول الميزانيه تنجم تقول تزعد على المعهد الوطني للتراث ماهوش باش يعمل فريمون وقت اللي لوسكو انترفيان في بروجي لازم اول حاجه كي دي بروجي دي بودجي هكا ولا وي. دونك ما تنجمش انت تحل ان شونتي وانت باش تقص عليه ديجا. دونك اوغزمون جات حكايه الهبه السعوديه هذه اللي هي خاصة بالذكر الترميم جامع الأعظم بالقيروان ومحيطه المباشر كذلك مشروع معناها في ما يخص المعلم المائي اللي هو فسقية الأغالبة ومحيطها. دونك فرحنا بشكل قبل ما نبداو نحكيو باكثر تفاصيل على الموضوع ساعه انا نحب نسالك توا بور لو مومون الجامع الكبير شنو هي لي تام تاعو لي تا دو كونسيرفاسيون تاعو. انا ديرنييرمون اشرفت انا على تيراس اللي هي قاد وقتها وقت اللي فما امطار صارت انفيلتراسيون دي زو بليفيال اترافير لي تيراس دونك اترافير الشقوق الموجوده. دونك بديت في اكتوبر 2020 بريسك كمل خاطر اول مره تصير معناها ندخلوا على مستوى الاسطح كامله السيرفاس كامله نتاع الجامع. دونك فيت ابري مارس 2021 دونك هذه الكل شعمله سيتوي ما نقولش ترميم راه جو دي بيان ماهوش ترميم. انا نفرق ما بين تدخلات عاجله بور ستوبي لي ديغا
بشكل ديجال الأضرار الموجودة ما يزيدوش يقدموا القديم. سكو عملنا صدم تاع شقوق إذا كان لقينا دي جواند دي لاباسيون سامحني دي فيسور فيسوراسيون هل ندخلوا على مستوى الفيسوراسيون مدام سهير فقط على سامحني خليني كمل فكرتي باش أنا بخاطر سامحني فما أفكار مترابطة يعني كمل فكرتي تفضل 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 دونك لانترفونسيون كانت يعيشك ميرسي بوكو دونك لانترفونسيون كانت انها كما قلت لك بور ستوبي لي ديغا شفت انا البلايص اللي فريمون فين صارت لانفيلتراسيون دي زو بليفيال اللي هي تجي في البلاصه معناها انا روبيري البلاصه دونك سدينا الشقوق الموجوده وبعد نعملوا اون كوش ماهيش طونشيتي ريالمون مي المعمول بها قبل اللي هي جايرها وهذا اسمه يدخل في التعهد للمعلم دونك نشوفوا ديما نتفقدوه وديما دو بريفيرونس يصير انك تتفقد قبل نزول الامطار قبل موسم الشتاء دونك سي سا سيتي سا لكن انك انت باش وعملنا طلعنا الفوق معناها للميناري او نيفو دو كوبان فما شي شقوق كيما قلت لك انترفونسيون دورجونس سكون ابي اللي هي تدخلات العاجله اللي انت هنا لازمك تحافظ على الموجود تحافظ على الموجود ما تزيدش الاضرار تزيد كيما نقولوا تزيد تقدم بينا جوستومون هذاك علاش انا حبيت نزيد نتفاعل معاك اكثر اليوم علاش نحكيو على تدخلات عاجله علاش اليوم ما فماش يعني تدخل بالترميم على كريمون هاني قلت لك ديجا قلت لك من الاول راهو وقت اللي لي زيكسبير وانا باغ اكزومبل باش تدخل راهو ان بروجي دو ريستوراسيون في حجم جامع الكبير سيرفاس واطار قيمته للاثريه والمعماريه والحضاريه راك لازم فما بيدجي يا اخي انت باش تمشي تتدخل بصفه عاجله باللي مويان الموجودين عندنا بالمعهد الوطني للتراث فماش ميزانيه تتحلل اونك اون فيت وقت اللي جاتنا الهبه السعوديه هذه اللي هي ديجا مازالت ما جاتش جوست اون لونسي دونك بدينا في كوميسيون دي 2017 بعد رجعت اون 2020 حتى 2021 دونك قدمنا لي بروسيدور راه خل نقول لكم حاجه لي راهي بروسيدور احنا كلجنه خدمنا خدمتنا لجنه علميه ولجنه فيها جميع المختصين دونك ومن جميع السلطات اللي باش تدخل في الجامعه دونك ما نجموش احنا نقولوا هنا راه سيي جاتنا الهبه سيي هاي الفلوس وهكا ابدا نو سي با سا دونك كيما قلنا رانا نحكيو او نيفو مونيمون كلاسي باتريمون مونديال ما تنجمش تدخل فيه بصفه عشوائيه لازم طبعا. يكون فيه جرد كامل دياغنوستيك ايتا دي ليو وين باش تدخل ايش باش تعمل وين بروجي سي تان بروجي لازم اتيود كبيره وبعد الاتيود باش تدخلوا في الاكزيكيسيون دونك احنا علينا كلجنه كلجنه قدمنا خدمتنا توا قاعده حكايه البروسيدور ادمينستراتيف اللي انتم تعرفوها وتوين سا تعرفوا راهي لي بروسيدور راهي تكبل شوي راهي تطول وي مدام قلنا ما ندخلوش سامحني عمش كامل فكرتكم تفضلوا قلنا ما ندخلوش احنا يزينا من العشوائي ويزينا بصفه استعجاليه خلينا معناها يجينا بيدجي كبير وخلينا ندخلوا على مستوى عالي على مستوى يليق بالمعلم هذايا وخلينا معناها فريمون البروجي هذايا اللي حكي لكم عليه راهو باش تعرف كيما نقولوا توت ان دياغنوستيك كل حاجه صغيره كبيره للمونيمون لي زيليمون اركتكتونيك نتاعو لي زيسباس نتاعو الكل من البيير من برا للداخل معناه جرد كامل الكامل المعلم حكيت بكري حكيتوا على الشافوداج الموجود في الصمع راهو هذاك مش موجود بور كونسيدي الصمع راهو هذاك تحطوه او سي سي با معناه مش انا ما قراري او حطو سي بور كونسوليدي الشرار في الموجوده من فوق خاطر الشرار فما بارتي كيما تقول هما الماتيير دو كونستركسيون تاعهم البريك بلان البريك بلان الموجوده غادي دونك صار ديغراداسيون فما ان بروبليم دو جونكسيون دونك معناها تحطو لانهم عندهم علاش كما تعرفوا لي شافوداج نستعملوه في حاجتين بور كونسوليدي و في او ميم طون زادك يبدا فما ان شونتي دونك يطلعوا عليه الخدامه باش يخدموا خدمتهم دونك ماهوش حاطينه هكاكا بور لا فورم لا سي عنده وظيفه قاعد يقوم بها و دونك سي سا ان شاء الله الفكره وصلت لا وصلت واضحه مدام سهير باهي كيما نعرفوا كيما تداول برشا المجتمع المدني الهبه السعوديه موجوده من جويلية 2017 صحيح ولا لا؟ صحيح اكزاكتومون معناتها المشكل في الاجراءات الاداريه اللي الواه الدوره الخاصه تاع التعطيلات ماهوش عام وماهوش عامين راهو سفير دور المعهد الوطني للتراث زدوين بالضبط اكزاكتومون دور المعهد الوطني للتراث وين؟ دوركم انتم كلجنه ايه دوركم ليتود اما زاد
دوركم انكم تضغطوا باش خاطر معلم يلزموا انقاذ، معلم تاريخي تحفة أثرية، إذا كان باش يتواصل الشيء هذا باش ينهار. لا ما تنجمش تقول شو أين عن كلمة انهار، وهذه كلمة كبيرة برشا، فما مختصين يقولوا باش ينهار أو لا، كلمة كبيرة. بتعرف اني انا بالعكس حاجة تفرح انه فما دي جون فريمون عارفين بقيمة التراث، خاطر نخدم في التراث ونعرف شو معناه عبيد مش واعية بقيمة التراث ومش عارفة قيمة التراث. عبيد قاعدة تعمل ديزانفراكسيون في وسط المدينة ما نوصلوش في خاطر بروبريتي بريفي، دونك قاعدين يعملوا تجاوزات اللي تعرفوهم البرة الكل قاعدين يعملوا فيها في وسط المدينة. دونك انا نفرح اللي انتم توا واعيين بقيمة التراث وقيمة انا اني قلت لكم بار اكزامبل خليني نفسر لكم شنو هي الهبه السعوديه. راه ما فماش فلوس دخلت، راه فودي راه ما فماش فلوس وغدوه رانا احنا كانت تكونت لجنه اون 2017 سيتي بور بريباري لي تيرم دو ريفيرونس معناها كوراج والشروط الخاصه المفاهيم المرجعيه الخاصه بمشروع تاميم جامعه الكبير، خاطر كنتي جامعه الكبير ما فيش تعطيل اي حد ولا بيغو ديتود هكيك يخدم عمره ما خدم ما عندوش اكسبيريونس في الباتريمون، لازم يكون اليشيل انترناسيونال والناس الكل معناها تنجم تقدم لي زوفر نتاعها وقت. دونك انا بريباري احنا كمعهد وطن التراث انا بريباري الكوميسيون هذيا كانت متكونه من لي زيز اكسبير مختصين في التراث لإعداد المراجع الأساسية الخاصة بمشروع ترميم الجامعة الأعظم والفسقيات. دونك أوفيت كانت في مرحلة أولى مشيت وكملنا خدمتنا وكملنا مش أقول أنا كيفاش خدمنا في لي كونديسيون تاتاتا ماشا، دونك خدمنا الواجب نتاعنا عملناه. دونك من بعد أنا راني من بعد أنا عضوة معناه بارمي الأعضاء الموجودة. من بعد شنو صار علاش صار تعطيل جو سيبا راهي تعطيل ساعات يخرج من يديك أنت أو يخرج يتجاوز إدارتك. دونك فما جانب سعودي في الحكاية فما جانب تونسي. معناه ما نجمش أنا نقول راهي إدارتي عطلت سيبا سا. ماذا بينا يا أخي أنت تبونس كإدارة أنك يجيك الكلام هكاكا وأنت قاعدة نو سيبا سا مانيش قاعدين نتفرجوا. أبخي أنا تم قالوا لي راهو باش نعملوا تحيين للمخاطر. أون فيت قصد صارت ربتو. دونك لازمنا نعملوا تحليل المراجع الاساسي، قمنا بالواجب نتاعنا قمنا بتحليل المراجع الاساسي. دونك بور لونسي لابيل دوفر، لابيل دوفر باش يجيب الماكيت اون سيتي تو ميم لي بروفيل ميم شكون ينجم يدخل في هالمعلم هذا. دونك اون ايتي اكزيجون في كل شيء دونك على خاطر نعرفوا تري بيان شنو هي القيمه اللي القيمه الكبيره نتاع المعلم هذا. دونك انتم كان تجيو تعملوا عين فاش قاعدين نخدموا شنو خدمنا تو تفهموني معناها بوتيتر انا ما نعرفش اسكو فما اكيد ما فماش توا ما همش مش نقول مع كل واحد مختص في مجاله. دونك انا جو دي بيان قادر نحكي فاش قاعد يصير أبار هذا التكبيل تاع البروسيدور راه فما كل حاجه عندها ديلي. شفتوا كل حاجه عندها ديلي، ديسيت نجم ديلي عام اخر انك انت بعد ما عملنا لجنه نتاع تحضير التيرم دي ريفيرونس ابخي لجنه الفرز ابخي باش يجي يعطي لوفر نتاعو البيرو ديتود الكاليفي هذايا ابخي 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 هذوما هما البروسيدور اللي كاين. سعودي سعودي راه سامحوني راه احنا ما نخدموا خدمه كل ايتاب نخدموها يتم اعلام الجانب السعودي خاطر الجانب السعودي طبعا هو المانح. هنقول لك حاجه هما المانح اترسا راهم سون ترو 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 اكزيجون عندهم دي زيكسبير يعلمونا احنا هاي من الاخر. ساعات كلمه بار اكزومبل غالطه يقول لك عليها يبعث لك يقول لك راهي هذه دوا معناه بالحق لازم تعمل ريكتيفيكاسيون هنا. دونك مانيش نخدموا هكاك دي زيكسبير على ليشيل انترناسيونال كو سوا من جانب التونسي او من جانب السعودي. مدام سهيري انا نحب نستغل سيفتك كاركتيكت ونسالك هل احنا خلينا السمعة ما عملناهيش ترميم دوري هذه ممكن الغلطة اللي خليتنا توا لازمنا ميزانية كبيرة باش نعاودوا رجعوه للتاء اللي كان عليها. يعني نقصد لو كان فما ترميم دوري كل عام أو يعني كل مدة تحدوها انتم اللجنة العلمية كانت تكون الأضرار أخف. والله ترميم دوري راهي شفت الميلان انت ماهوش باش يتشاف لك في عام في عامين راهي هذيك نتاع اكوميلاسيون نتاع دي زاني فهميني. والله ترميم دوري تقول لي اون انترفيان او نيفو دي فيسوراسيون اون انترفيان او نيفو ما نعرفش كي تلقى البيير تضربت قدامك تشوف فيها معناها وقتها نقول لك. اما انك انت ولا فما انفلتراسيون دي زو ظاهره معناها وين باش ندخلوا. اما الميلان هذيك الميلان راهو بدا نتاع سنين معناها ماكش تشلق بيه المره الاولى فهمت باش تشلق بيه كان كيف يوصل ديفياسيون معينه. دونك ماكش تشلق بيه دونك الميلان هذاك سا ديبون شنو احنا تو شوف الباتريمون راهو ديما فما التشخيص كيما انا ديما جملتي الشهيره راهو الباتريمون كيما الانسان المريض
كيما الانسان الكبير باش يمشي شخص عند طبيب. دونك الطبيب كيفاش الشخص يقول له انا راني عندي دي كاباتولوجيك معينه، دونك الطبيب لازم يفهم هاك لي كاباتولوجيك هذوك باش يلوج على الاسباب. بالضبط ما نعرفش عنده جاعه في ظهره، تجب تكون عنده كلوه، عنده ما نعرفش مشكلته في المراره، جو سي با كوا. فهمت؟ دونك كيف كيف في المونيمون، وقت اللي المونيمون صارت ميالين ولا صارت شقوق هنا لازمنا نرجعوا انا بالضبط على لي فيسور. عندك فما دي فيسور فيرتيكال، فما دي فيسور فيرتيكو، فما دي فيسور انكليني. دونك لانكلينيزون تعطيك علاش، الفيرتيكو تعطيك علاش. دونك هنا فما تشخيص، راه مش لو جور مش في صافيش، مش حكي كيما تتصوروا، راه اسهل انك tu interviens في باتيمون جديد que في باتيمون عنده سنوات قائم. فهمت؟ دونك الميلين هذاك اكيد يرجع. وديجا هذايا parmi الحاجات اللي حطيناها معناها في لي زيكسبير اللي باش يخدموا كل شيء، يفليوه كل شيء. دونك ما تنساوش راهو قبل كان فما الماء، كان فما النيفو نتاع الكياس اعلى من تتفكروا فما دروج، ما نعرفش تتفكروا اللي فما دروج يهبطولو في ال... في ال... في الجامع، فما برشا دي ترافو صارت قدامه. دونك فما توت هيستوريك كبير برشا، ما تنجمش انت تتدخل اليوم في مونيمون عنده تيل ديزاغ وتقول ليه خاطر شفت ميالين دونك جو انترفي. ليه لازمك تلوج وكيفاش عملوا قبل، كيفاش عملوا لي انترفونسيون قبل ريسونت من عام شنو كيفاش تدخلوا. باغ اكزومبل كي تدخلوا طلين شنو عملوا اكزاكتومون طلين باغ اكزومبل جابوا الداله نتاع ال 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 سال دو بريير بيتصلي عاودوا كاريمون اون بيتون. اسكو كان البيتون ناجح ولا لا؟ اسكو بالك البيتون كان تقبل هي لي سوليف اون بوا هذوك اللي من داخل الصفا باللوح هما اللي كانوا هازين الدار توا مع ولاو ديكوراتيف. هي اكوميلاسيون تاع برشا حاجات تاع تاريخ اكوميلاسيون. انا احنا اون با انترفينير فيو كو قلت لك جيت بعد الثوره، الناس الكل تعرف بعد الثوره الدنيا الكل تزعزعت والبلاد تبدلت، مش كان او نيفو اركتيكتورال ولا او نيفو باتريمونيال. دونك البلاد كلها تبدلت والبلاد كلها صار فيها بيريود دو ترانزيسيون. فهمت؟ واضح. باهي فقط نحب نختم معاك مدام سهير بسؤال فقط، يعني حبيت نعرف التو حاليا تشخيصكم للوضعيه الحاليه لسمعه جامع عقبه بن نافع ولسور المدينه زاد كيف كيف، واقتراحاتكم على الاقل على المدى القريب للمحافظه على رمزيه هذه المعالم. بيانتو في فما وقت اللي جاي الجانب السعودي ما عندوش برشا جمعة اللي فاتت ولا كيلكو جور، دونك باش يخصص فما ميزانية باش يخصص بور دي زانترفونسيون دورجونس اللي احنا خاطر باش نقعدوا نستناو زاد عام اخر بوتيتر ما نعرفش عام او اكثر. دونك سا سفي با. دونك باش يخص يمكن اون فا انترفونير او نيفو الميناري اون اتوندون البروجي الكبير اللي ان شاء الله يا رب تتسهل اموره ان شاء الله ان شاء الله تتسهل اموره، خاطر احنا ني قلت لك كوتي تكنيك او كوتي ساينتيفيك راه نخدمنا اللي علينا وخدمنا. واضح. لا لا واضح. مع البطل ترى راني مش ندافع، انا معروفه راني مانيش لو جوغ اللي نطبل للادارتي للاكس لاي. دونك كل حق كل موجود. دونك اللي علينا خدمناه اللي علينا عملناه، تقعد بعد البروسيدور هذيك تاخذ مجراها وتاخذ سنيتها. دونك توا بور لو مومون اون ديجا انا لو لاندي معناها باش نكون انا والمسؤول العلمي ديجا موجودين في الجامع بور نزيدوا نتفقدوا شنو نجموا ندخلوا شنو نجموا نعملوا et à long terme. هذه ا دو دو كيف كيف في الفسقيه. اما الصور هاني قلت لك انا اعطيني ما نجمش نحكي عليه لاني انا لم ابشر الاشغال. واضح مدام سهير، ان شاء الله في قادم الايام تتحللك سواء مده قصيره ولا طويله. ان شاء الله قصيره نسمعوا ان شاء الله نسمعوا اخبار باهيه. موضوع مش نتاع حلقه كهو، ان شاء الله كي تبدا فما مستجدات نعملوا حلقه ثانيه وتكون ان شاء الله ضيفتنا. اما نخذوا المعلومه من مصدرها طبعا طبعا طبعا. هو ذاك علاش، هو ذاك علاش مدام سهير المره دي ما غلطتش. دونك هذاك علاش احنا ما حبيناش اخذينا اراء المواطنين اوكي، وحبينا ناخذوا المعلومه من مصدرها. دونك راهو جا نقول لك مدام راهو المواطن راهو تغيظوا حال البلاد، لانه تعرف الوضعيه العامه في ولايه القيروان الاقتصاديه والاجتماعيه، ومن بالك نزيد نشوفوا رمزيه البلاد يعني اللي موجوده. انا بدي مواطنه وانا بدي نحل، انا بدي نتوجع على بلادي، انا بدي ماذا بلادي احسن بلاد. انا بدي وهو خفي كل شيء. مدام سهير هو مشروع صحافه الشان العام، يعني يهتم بالمواطن حتى كان ما عندوش معلومه صحيحه يلزم نسمع رايه في الحالات الكل. شكرا أكيد. شكرا ليك على قبول الدعوه وحضورك معنا مدام سهير. اعزائي المستمعين نخليكم في بوز موسيقى من الشواء عند حلال العيوني.
We'll be right back.
30 دقيقة بعد نص نهار وانتم تسمعوا في برنامج أمور تهمنا. رجعنا لكم بعد البوز ميوزيكال وباش نحكي وتوا على توزيع المساكن الاجتماعية بالفيضة. المشكلة هذه اللي أثارت حفيظة أهالي المنطقة وخليتهم يقتحموا المساكن في جانفي 2019 ويتم إيقاف البعض منهم. التفاصيل كل جاوبنا عليها إبراهيم بلقاسم رئيس لجنة الأشغال وشؤون العقارية ببلدية الفيضة وباحث في التاريخ. مرحبا بك سي بلقاسم. ألو وسهلا فاخير عصامة. صباح النور. صباح النور عسلامة. شكرا على قبولك الدعوة. نعم وي سي إبراهيم، لو كان ساعة نبدأ نحكي على الموضوع، لو كان زودنا شوية معلومات على المساكن الاجتماعية، قديش عددها، وقتاش بدأ الإنشاء، وقتاش وفاة، وشنية شروط الانتفاع بالمساكن هذه؟ أولا نقول ملاحظة أولى مهمة جدا، احنا في البلدية ما لا علاقة لنا بهذه المسائل، لأن المسائل هذه مربوطة بالولاية ومربوطة بوزارة التجهيز ووزارة السكن بصفة عامة. المشروع هذا يبدأ في 2016 والمساكن هذه عددها 296 مسكن موجودة في أطراف البلاد على طريق المؤدية لسوسة. تقدمت مطالب تقريبا 2200 مطلب من المواطنين. وقع أنا نتيجة معايير ومقاييس وقع اتخاذها، معناها اتضح أن فما تقريبا 800 لهم الحق في مثل هذه المساكن الاجتماعية، لكن لحد الآن للأسف لم يقع توزيع هذه المساكن نتيجة أكيد معناها هذا الضغط الكبير على المساكن هذه، ونتيجة أيضا مشاكل أخرى تتعلق ب حتى يعني طريقة بالضبط. شنية شروط الانتفاع بالمساكن هذه؟ بالنسبة لشروط الانتفاع أعتقد أنه الشروط هذه تتعلق بمداخيل الأشخاص، لازم تكون على الأقل حسب ما نعرف تكون تساوي تقريبا مرتين اسميج للحصول، بالإضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بطبيعة الفرد بعائلته بعدد أفراده بسكن بوضعية الاجتماعية بصفة عامة بتاعه. بالوضعية الاجتماعية بالطبع هي مساكن اجتماعية باعتبار أنها مساكن اجتماعية، إذا هي للطبقات وللفئات المحدودة الداخل بالنسبة للفئة. هو هذا علاش في نفس الإطار سي إبراهيم بالقاسم حبيت نزيد نتفاعل معك أكثر، هو تقريبا وحسب المعطيات اللي عنه، طبعا أنت تنجم توضح لنا هذه المعطيات إذا كان فيها يعني بعض المعطيات المغلوطة، هي المساكن هذه حاضرة تقريبا في أواخر 2018 هكا؟ لا ما عندها تقريبا 3 سنوات ملي حاضرت. بالضبط 3 سنوات تقريبا ملي حاضرت، ورغم هذا يعني كانت صارت عديد الجلسات يعني في علاقة بإسناد هذه المساكن عفوا للمنتفعين بها. دونك هذاك علاش احنا حبينا ناخذ فكرة علاش التوا موقعش يعني اعطاء المساكن والمفاتيح يعني للعباد هذية اللي باش ينتفعوا بالمساكن، واذا كان فما تعطيل، التعطيل هذا فاش يتمثل بالضبط؟ تو ناخذ انا مثال مثلا سي ابراهيم ولايه القيروان، لهنا المساكن الاجتماعيه تقريبا عندهم اكثر من 6 شهور بعد ما جاء رئيس الحكومه في وقت ما هشام المشيش رئيس الحكومه السابق كان جاء داشن هذه المساكن واعطاه المفاتح يعني للعباد المنتفعين لهذه المساكن. اليوم في انفيضه مازالوا ما خذوش المفاتح. شنو بالفعل هو بقى يعني بدات عمليه التوزيع في جهات اخرى الا بالنسبه للانفيضه، لانه ظهرت في 2019 وقع كل اشكال نتاع يعني بعض المواطنين مشاو سكنوا، لانه ظهرت بعض حكايات بعض اشاعات انا نجمش نثبتها ولا ننفيها، كونه المساكن هذه يعني فما شكون من خارج المنطقه شكون عنده فيها الحق،
وهذا خلى معناها الناس معناها ترد فعل بالشكل هذاك. خارج المنطقة يعني متساكنين موجودين في معتقدية أخرى. فما حديث على خاطر فما وقعت مرة مش الولي الحضرة ولي سابق ذكر فما حتى مواطنة تحدث معها على أساس أنها انت بما بدك خسرت من المنزل نتاعك في منطقه من المناطق دونك يمكن انك تتحصل على سكن في منطقه النفيره. هذا يعني كان له تداعيات كبيره في المنطقه واحنا ننتظروا بالفعل. لانه احنا اللي نعرفوه كون المساكن الاجتماعيه هذه راهي لابناء المنطقه فقط معناها ياخذوها وينتفعوا بها كان اهالي والمتساكنين منطقه النفيره ومعتمدين النفيره. هذا هو يعني المطلوب والمفروض انه يكون المساكن هذه بالنسبة لأولاد النفيضة يعني مناطق النفيضة لأنه بالفعل مشكل السكن مشكل كبير جدا وإحنا في البلدين نعانيو في المشكل هذا ونعانيو في البناء الفوضوي بصفة غريبة في المنطقة رغم أنه أخيرا إحنا تحصلنا على قطعة أرض من أملاك الدولة وحول الله مش من دول العقد في مارس لكن هذا مش يخفف الضغط على المساكن هذه لو أنه نوصلوا أنه نهيئوها بسرعة ونوزعوا على جملة من المساكنين في نفس الإطار. سبراهيم تعطيه كما حكيت أنت تعطيه اللي صار سبب إشكال كبير كما في جام في 2019 تم اقتحام الاستيلاء على عديد منها من طرف الأهالي قضية كبيرة صارت فيها وفما كان تصحح لي المعلومة حكم بأربعة أشهر سجن ضد الموقوفين في القضية هي في قضية الاستيلاء وبعض الإشاعات كما أنت حكيت روجت وأدانت خاصة بعض المسؤولين وفما في بالي فما لائحة لهم توجهت من بعض المستشارين الرئيس البلدية واحتجاجا على فشل الأداء وعدم تشريك كل الأعضاء في القرارات هذه وطالبوا بتوضيح وزاد اعتمادات أخرى توجهت المسؤول آخر كأنه عد عديد المواطنين الأخرين كما حكينا من كيرك سوا ما عندهمش الحق باش ينتفعوا وإلا من مناطق أخرى بالتحصل عليها هذاك علاش كانت رد فعل المواطنين هكاكا. كيفاش كان التعامل متاعكم كسلطة محلية مع هذه الأخبار اللي هي في الحقيقة باش تزيد من اقتحان الأزمة مهما كانت صحيحة أو غلطة احنا كما قلت انت ما تنجمش لا تنفيها لا تثبتها معناتها. بالفعل احنا بالنسبه لنا كسلطه محليه وكبلديه راهو ما لا علاقه لنا بهذه المساكن يعني لم نستشر لا في بنائها ولم نستشر لا في من اعداد القوائم رغم ولا انكم في رغم انكم سلطه محليه معناها لا معنا حتى علاقه لا نعلم لا بالمعايير ولا بالمقاييس ولا بالمطالب ولا بغيرها ما قناش اشراكنا بالمره معنا وانتم تحطيتوا في لب المشكل في الاخر بالفعل يعني فتره من فترات معنا تحطينا البلديه وكانه احنا المسؤولين على هذا ناكد لكم احنا كبلديه لا علاقه لنا هذه المساكن لا من حيث كما قلت لك التوزيع ولا من حيث القوائم ولا من حيث المعايير ولا من حيث المقاييس ولا من حيث الجلسات التي تعقد لهذا الغرض واحنا نتمنى احنا ايش قلنا وقت وقع الاشكال في 2019 وقت قلنا احنا ساعتها لحل المشكل ولتخفيف الضغط على هذه المساكن لو ان يقع التوفيق لنا بلديه في مجموعه من الاراضي رانا هي اناها من 2019 وراه اليوم فما مواطنين اللي عندهم امكانيات ياخذ قطعه ارض وبالتالي حتى الضغط على المساكن الاجتماعيه هذه يقل انه مشكل السكن مشكل حقيقي في النفيره معناتها اللي عنده شويه امكانيات ياخذ قطعه ارض باش يبني والبقيه يتمتع واللي ما عادش يروج على مسكن شعبي في المنطقه دي كمان. واضح ممتاز فهمني. دونك سامحني باش نتفاعل معاك السبب في المشاكل اللي كنا نحكيو فيها هذه الكل هل هو تقصير من القائمين على شأن هذية ولا غيب المراقبة ولا شنو بالضبط؟ نعم كنت أقول لك السبب في المشاكل اللي كنا نحكيو فيها هذه كل هل هو تقصير من القائمين على هذا المشكل تبيع حسب نظرتك الشخصية هل هو تقصير من القائمين على هذا الشأن ولا من غياب المراقبة ولا منيش بالضبط؟ لا يعني أنا نتصور المشكل يتجاوز القائمين على الشأن لأنه مشكل كبير ومشكل عقاري في منطقة النفيضة حتى الوعي متاع الشعب عنده دور لنا ما شيء طبيعي بالنسبة للمواطن لما يسمع لما يكون أنت تشوف عندك عائلات بنسبة كبيرة جدا لما تشوف المطالب اللي تقدمت مساكن اجتماعية 2200 مطلب مش شوية
2200 مطلب يعني حتى عملية الفرز باش يتفعوا منه 296 296 يعني مش عملية سهلة باش تختار الناس اللي يكون عندهم حتى المقاييس باش تلقى ناس عندها الحق الكل باش يقول لك شبيه فلان مش أنا في فلان في فلان كان لو كان وقت قلنا لهم كبلدية من 2019 أعطيونا القطعة الأرض هذه وخليناها في الوقت ذاك وقسمناها وعطينا بعض ناس رو حتى الضغط تخفف على المشاكل كل هذا ممكن لو كنا تجنبناه ولو كنا جانبناه بالفعل أو على الأقل خففنا من الضغط الممكن وردود فعل الناس الناس عن العائلات بالفعل رو انفضة البلدية ولا المواطنين الخواص ما عندهمش أراضي انفضة رأي مشكلة كبيرة أنه الأراضي بكلها تحت ملك الدولة تحت الرسم العقاري 66 48 من عهد الاستعمار معناه والدولة لا تم التصرف فيها لا تهيئتها لا حتى شيء فما حتى شيء ما فماش خواص باش يبيع عرض باش واحد اخر يشري ويمكن يبني مسكن معناها احنا قلت لك خلينا قطعه ارض ب 24 هكتار من ملك الدوله وبارك الله فيهم ان اعطونا الجزء هذا ماهوش مزيان ما منقوص ماهوش منقوص يبقى منقوص ما يكفيناش معناها هل انه سي ابراهيم ما تمش لحد الان تحديد موعد رسمي والا تم تحديده وشني فماشي مستجدات معناتها اسمعنا في كل مرة بشيخ حتى توزيعهم في فترة معينة لكن في كل مرة معنا الأجال الذي تتأخر آخر مرة سمعت أما مماطلة معناتها من الدولة فهمني أنا سمعت حتى في مارس الماضي معنا تو عندها عام أنهم بشيخ توزيعهم معنا إلى حد الآن مازال مقعش توزيعهم ما نعرفوش شنو الأسباب كما قلت لكم احنا كبلدية ما عناش حتى علم بما يقع في هذا الموضوع معنا ما عناش دراية بالأحداث متاعه ولا بتأخير ولا أسباب التأخير ذلك لكن نعرف أن أسباب التأخير نتيجة الضغط ونتيجة أنه معنا كل مواطن ما هوش في الشخص قد أطلب مش يقول لك أنا أحق من غيري إلى غير ذلك واضح واضح سي إبراهيم دونك هو شوف هو في النهاية مشكل كبير معناها في الحقيقة بالفعل معناها رو لازمنا زاد احنا نتفهموا الغضب إذا كان فما غضب من قبل يعني عدد من الأشخاص اللي رو رويحهم أنهم هما يعني عندهم الأولوية باش ينتفعوا بهذه المساكن الاجتماعية لأنه عندهم أربع سنوات وهما يحلموا أنهم باش يكون باش يجي نهار وباش يلقى روحه عنده مفتاح يحل باب داره ويسكر على روحه لأنه رو نرو لازمنا زاد ننظروا من زاوية أخرى نشوفوا الوضعية نتاع العباد هذيك بالضبط نشوفوا العباد هذيك اللي تلقاهم أربعة وخمسة في بيت راهم موجودين هذوما في كل منطقة وفي كل ولاية رو اليوم لازمنا نفهموا نتفاهموا الغضب نتاع العباد هذيا اللي رو روحهم أنهم منتفعين في النهاية احنا نتمنى أنه يقع حالة هذا الإشكال في القريب العاجل لأنه هي راهي هبات جات من دول أخرى وبنينا بها المساكن الاجتماعية هذه باش ينتفع معناها رانا مانيش احنا حتى كدولة ماهيش عاملة مزية على العباد هذيا هي دايور فلوس جاي من برا معناها بالفعل يعني هي هبة سعودية لبناء هذه المساكن بالضبط المفروض أنه المساكن هذه راهي توزعت لفتره معينه ثم فما برنامج اخر لبناء مساكن اجتماعيه بما انه الاراضي تابعه للدوله فهنا الاشكال باش الدوله تاخذ من الدوله معناها وزاره التجهيز تاخذ من املاك الدوله وين المشكل معناها اللي هي مش مزيره فلا يعني الاشكال وين الاشكال انفضه ابقات كمخزون عقاري للاسف في السنوات الماضيه وغيرها وكذا لاسباب ماهيش بريئه في اخر المطاف مش بريئة معناها من الأسباب تاع مضاربات لأنه فما ناس تحب لوبيات تحب تتحصل على أراضي في ارتباط بالمشاريع وانفضة دايور باش يصير فيها بروجي كبير برشا معناها دايور معناها باش تولي حاجة أخرى انفضة سينو احنا اليوم نحكيو على المساكن الاجتماعية إن شاء الله في القريب العاجل يقع حالة هذا الإشكال خلي 296 هذوما شخص ينتفعوا بهذه المساكن الاجتماعية سي إبراهيم بالقاسم رئيس لجنة الأشغال وشؤون العقارية بلدية تنفيذة شكرا لك سيدي على كل هذه المعطيات يعطيك الصحة مارش عليك سيدي عايشك شكرا شكرا لك شكرا يعطيك الصحة سي إبراهيم شوف احنا راهو نتفهموا الوضعية متاع المواطن راهو ما عندكمش فكرة راهي عباد يعلم بها كان ربي سبحانه عباد راهو يحلم في نهار انه يحل على روحه يحل باب دار ويدخل صغيراته ويلقى عنده انسال دو اللي هو سكن حق في الدستور اللي هي بون حق في الدستور هو ماهوش حتى في الدستور التونسي في الثاني بالحقوق والحريات
الحريات ما هو شكل الفصل اللي مركزين عليه برشا الحق في الـ في الـ في, الـ في السكن، لانه الفصل 24 من الدستور التونسي في الباب الثاني باب الحقوق والحريات شو يقول؟ يقول تحمي الدوله الحياه الخاصه وحرمه المسكن، يعني الدوله هي التي تحمي لكن ما قالش الدوله تضمن، لانه كيف يقول تضمن الدوله المساكن او حرمه المسكن او اللي هو، فان وقت الدوله هي التي تلعب دور الضامن، انما تحمي بمجرد يعني حمايه. احنا ما بروش تصرفات اونتر غيومي الهمجيه ولا الاستيلاء ولا الى اخره، ولكن زاد لازمنا نتفهموا، لانك انت اليوم وقت اللي تحضر 296 مسكن وتلقى عندك 2200 شخص يجيوا يقدموا لك يعني يحبوا ينتفعوا بهذه المساكن الاجتماعيه، دونك لهنا تحط برشا نقاط استفهام وتفهم اليوم معتمدي تنفيذها شنو الشيء اللي خلى العباد هذه كل الطالب بهذه المساكن الاجتماعيه، يعني 2200 هذوما ناكد لك انا كلهم في الكري، اللي في الكري في الكري، واللي يعيش في جراج يعيش في جراج، لاني انا ريت حالات لهنا على القروين راهو بالحق راهو مخك يقف ساعات، دونك لازمنا نتفهموا السيتياسيون والوضعيه نتاع العباد هذه اللي تحلم في يوم ما انها تكون كيما البشر وتكون كيما الناس وتكون كيما الناس صحيت، وانه يكونوا فما اربع حيوت اللي لمهم ويكون ملكهم، وفي النهايه راهو ماهوش ملك، راهو على وجه الكرامه، راهو معناها باش يكون في بيكم، راهو ماهوش باش يملكوه، راهو على وجه الكرامه بون يدفعوا في سعر رمزي لمده 25 سنه نقول، واحنا لين تخلص الدار، وفي النهايه زاد نقول لكم اللي هي راي ماشي الدوله اللي اعطت هذه المساكن الاجتماعيه، انما هذه هبات من السعوديه. دونك هذا شنو كان عندنا في علاقه بموضوع المساكن الاجتماعيه في معتمديه الانفضام من ولايه سوسه. سينو احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار، بعد شويه شكون عندنا قراءه في تعليقاتكم حول صوره الشهر في علاقه بالنفايات الايطاليه. خليكم ديما برونشي، خليكم ديما في الاستماع. بهي سلطان انا الغلطان وراجعين بعد شويه. We'll be right back.
We'll be right back.